مساء الخير مشاهدينا الكرام. تأصيل الثقافة والإدارة المالية لدى الطفل واحدة من أهم السلوكيات اللي تؤثر بشكل كبير في صقل شخصية الطفل عندما يكبر، وتجنب الوالدين كثير من المشاكل مثل عدم الإحساس بالمسؤولية أو الإسراف أو إلى ما إلى ذلك. الآن معنا في الاستوديو خبير تطوير حياة الطفل المهندس تركي خان، صديق برنامج سيدتي الدائم والمستشار، اللي حيقدم لنا نصائح كثيرة للوالدين كيف يتعاملوا مع أبنائهم في مثل هذه الأمور. كابتن كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ تركي، احنا اليوم عندنا أطفال كثير صعب جدا انه احنا يعني نسيبهم كده من غير ما نوعيهم في موضوع الإسراف المادي. تمام. برأيك ايش هو افضل سن للطفل الوالدين ممكن يقدموا فيها نصائح لهم؟ نصائح مالية. يعني انا اعتبر اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اعتبر بالنسبة لي السن الرئيسي اللي هو ابدأ من الصغر، يعني من سن سنتين ونص الى ثلاث سنوات نبدأ من هذا السن. هذا السن اللي يقدر الطفل فيه يصير فيه تواصل بينه وبين الام والاب، يقدر يقولوا له ايوه، يقدر يقولوا له لا. واهم مرحلة تبدأ للطفل، طبعا هذا الطفل حلمه ايش؟ انه يروح السوبر ماركت ويشتري اشياء، سواء حلويات، شيبسات او حليب او اشياء الخاصة هو له. فاليوم الطفل في هذا السن يبدا يروح ويختار الاشياء اللي هو يبغاها. فمن بدري لو انا بدات اتعامل مع الطفل اقول له شوف هذا مثلا، ادي له حتى هو ريالات افضل، ادي له هي ريالات واقول له هذه 10 ريال عندك، كل شيء مثلا 3 ريال 4 ريال حسب، كل شيء تقدر تشتريه بشيء واحد مثلا. حتى لو الشيء هذا اللي هو بده يشتريه حيكون اغلى، بس انا مع ميزانيتي ممكن اقول له طيب هذا جاب لك شيء، هذا جاب لك شيء، قد تكون 5 ريال، قد تكون 4 ريال، كل واحد حسب ميزانيته وحسب الشيء اللي هو بيتعامل فيه مع الطفل، ويعطي له الفلوس في يده ويخليه يشوف هو بيشتري يحط الاشياء، فيصير يعرف انه هذه الماده اللي هي ريال هي عباره عن شيء مقابل شيء انا اشتريه، فيبدا يفهم انه في قيمه ماليه او قيمه ماديه محسوسه لهذه الورقه اللي هي بالنسبه له ريال ايش ريال، فيعرف انه هذا مقابل حاجه انا اشتريها. طب انت برايك انه الاطفال سواسيه في تقبلهم لمثل هذه الدروس وهذه النصائح؟ لا طبعا، الاطفال يختلفوا من طفل لطفل. في طفل تقول له ممكن بالعدد، يعني اذا هو طفل ما استوعب الفلوس تقدر تقولي له قبل ما يروح ترى انت يمديك تشتري مثلا بس 3 اشياء. وكل ما كبر الطفل كل ما استوعب اكثر، يعني اذا لقيت انا والله 3 سنوات ما يقدر يتعامل مع الريالات، خلاص انا اتعامل اقول له مثلا اليوم رايحين السوبر ماركت انا اشتري لك مثلا عندك حاجتين، اختار بس حاجتين مثلا. هو ما حيعرف قيمتهم، ولكن قدرت انمي عليه انه انا ميزانيه اليوم او انا اللي اقدر اشتري لك هو بس حاجتين، ومن بدري يتم الاتفاق. لانه فين تصير المشكله؟ لو راحوا السوبر ماركت او راحوا المكان واخذ اشياء اكثر، وقتها انا حقول له لا بس هم اثنين، يبدا يبكي. لكن من البيت اقول له احنا حنروح البقاله، حنروح السوبر ماركت، انا حاشتري لك بس حاجتين مثلا حلاوتين او شيبسين او حليب وحلاوه حسب الشيء اللي بنشتري له. طب تركي، سلوكيات الوالدين في الامور الماديه هذه ممكن تاثر على الاطفال كذلك؟ يعني الطفل لما نشوف انه ابوه كمان مسرف مثلا، ما عنده وعي مادي، حتاثر عليه؟ ممكن يستوعب الكلام اللي ممكن يقولوا ابوه بعد كده؟ لا، ما هو هنا نجي نتكلم عن الاطفال اكبر سنا. يعني نتكلم عن الاطفال مثلا 7 سنوات وما فوق، خلاص طفل في المدرسه ويعرف ايش يعني 100 ريال، ايش يعني 500، ايش يعني 50، ويعرف اذا ابوه قال له عندي او ما عندي، يعني طفل بدا يستوعب وفهم كم اليوم القيمه النقديه لهذه الماده، ولو ابوه قال له ما عندي فلوس وشاف ابوه بيشتري شيء ثاني، هنا وقتها تحصل المشكله. هنا طبعا دور القدوه جدا مهم، يعني اذا انا عندي طفل عمره 7 8 او ما فوق، هذا لازم انا اكون بالنسبه له قدوه، يعني لما اروح اشتري شيء لازم افهم انه هذا والله انا مثلا اذا جيت اشتري مثلا ملابس اقول له انا ميزانيه الملابس مثلا 1000 ريال، انت ميزانيتك في العيد انه نبغى نشتري لك ملابس مثلا ب 2000 ريال، انت هديه نجاحك 500 ريال. لو اتكلمت معاه هذه اللهجه او لغه الارقام، وبعدين شافني انا بروح والله بشتري له ملابس مثلا، قلت له انت لك ملابس هديه العيد ب 500، فجاه راح شافني انه انا اشتريت ساعه مثلا ب 20000 او 30000، هو حيبدا يحس انه في يعني اصطدام في الرساله، انت بتقول لي ما عندي غير 500 ريال تشتري لي بيها هديه نجاح، وفجاه انت بتروح جاي وبتقول شوف الساعه حقتي حلوه مثلا قيمتها 30 ولا 40000، الطفل حيبدا يحس انه الكلام طبعا ما هو مضبوط من امه وابوه، وهذا طبعا حيخسر كل القيمه اللي أبوه حاول يرسخها فيه. ودائما أرجع أقول للأمهات والآباء، أفعالنا صوتها أعلى من كلماتنا بالنسبة للأطفال. صحيح. يعني اللي يشوف الطفل أقوى تأثيرا على اللي بيسمعه، وخصوصا الأطفال أذكياء يعني ولماحين، فممكن ينتبهوا لهذه المفارقات وهذه التناقضات اللي ممكن صح في أي شيء، سواء في الموضوع المادي، سواء في الموضوع التربوي، في أي شيء. إذا بقول حاجة
وبناقضها بالفعل، معناته أنا كلماتي حتدخل وحتطلع، واللي حيشوفه هو اللي حيترسخ في شخصيته، هو اللي حينمو عليه. طيب جميل. طب تركي، أبعرف الإهمال، الإهمال في مثل هذا الجانب تحديدا إيش نتائجه أو إلى إيش ممكن يؤدي؟ أولا حيطلع يعني أولاد يكونوا هم 100% معتمدين على عوائلهم، لأنه لما حيبدأ يكبر خلاص هو تعود إنه من هو صغير أي شيء يطلبه يجيله، مو حاسس بقيمة الريال على قولهم، مو حاسس بقيمة المادة، فما حيعرف انه انا لما اكبر لازم اشتغل واتعب عشان يجيني، عشان انا اقدر اشتري شيء معين، وما حيعرف انه انا والله لو اشتغلت وجاني راتب قديش لازم ادخر منه وقديش لازم اصرف منه، حيطلع اولا غير مدرك للمصاريف، غير مدرك انه لازم هو يعني كل شيء قدامه مقابل، يعني عشان يجيني انا نقد او راتب او دخل لازم اشتغل، يعني ابوي اليوم عشان يجي له هذا الدخل اشتغل وتعب، نفس الشيء امي. فاذا انا اهملت هذا الجانب من الصغر ونشا عليه الطفل انه كل شيء هو يبغاه يطلبه انا بعطيه له هو، او ما بعطيه له هو من غير ما بفهم الاسباب، قد يكبر وينمو هو شخص اتكالي وشخص مو فاهم قيمه الماده اللي هو عنده. بس انا بعطي كمان خطوات للامهات والاباء ممكن يستخدموها. ايوه انا لسه بدي اقول لك على الخطوات اللي ممكن يستخدموها، وابغى اعرف هذه الخطوات يعني لها علاقه بالابن ولا بالوالدين؟ يعني طيب. في علاقه، اكيد في خطوات لها علاقه بالوالدين وفي خطوات لها علاقه بالابن نفسه. تمام. فتفضل. هي 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 الخطوات ما حيتعلمها الطفل بنفسه، لازم الام والاب يعلموه هي. وانا حاخذ خطوات من سن صغير وابدا اكبر عشان المشاهدين يربطوا بحسب سن اطفالهم. يعني اطفال عمرهم مثلا ما بين 3 إلى 5 سنوات، هذا الطفل لازم يكون عنده حصالة في البيت، الحصالة دي تكون على شكل شيء هو يحبه، إذا هي بنت أو ولد نسوي لهم شيء هو شخصية هو يحبها، سيارة، باربي، دب، أو نخليه يروح هو يختارها، وندي لهم دائما أشياء نقول لهم جمعوها، يعني نعطي لهم فلوس نقول لهم جمعوها، إذا أنا رحت السوبر ماركت أقول له هذه مثلا اشتريت لك ب3 ريال، هذه ريالين حطها في الحصالة، حطها في جمعها، أنا بعطيك مثلا كل شهر 50 ريال، 40 ريال هذه تجمعها، ما حتقدر تصرفها غير آخر الترم مثلا أو آخر السنة. أو بعد 3 شهور أو بعد أسبوع حطيه كل يوم ريال، بعد أسبوع يروح السوبر ماركت. فالحصالة جدا مهمة لهذا السن، لأنه صح. تنمي عنده الإحساس والفهم القيمة المادية للشيء، وكمان الإدخار وحسن الصرف. الطفل اليوم لو جمع 10 ريال وراح السوبر ماركت دفع 10 ولقى الأشياء اللي عنده ما كفت، حيعرف المرة الجاية لازم يا أشتري أقل يا أجمع أكثر. كمان تركي على موضوع الحصالات، إحنا كلنا صراحة يعني كلنا نعتقد يعني في طفولتنا كانت عندنا حصالة، بس ما يعني انت عارف ايش الفكره؟ الفكره انه احنا باخر السنه مثلا او اخر الترم بنفك الحصاله كنا واحنا صغار، تطلع الفلوس نروح محل العاب نشتري اللعبه اللي احنا نبغاها. مشكله هي كده يعني. ايوه هو هدفنا مو انه ما يصرف الفلوس، هو حيصرفها في النهايه. انا جالس افكر انه كيف ممكن، بس هو لو جمعها حيعرف انه انا اضطريت اجمع واصبر، مو جاني الشيء على طول، يعني مو طلبت اللعبه جاتني على طول، لا انا استنيت شهرين، استنيت 3 لين ما جاني هذا المبلغ وقدرت اروح المكان العاب ودفعتها من عندي. فمو الفكره انه هو ما يصرف، لا احنا نبغاه يصرفها، بس لما هو يجمع هيعرف انه مو اي شيء يبغاه يجي له على طول بكره، لا لازم يستنى ولازم يجمع. هذا هو السن الصغار. طيب بعدين الاكبر من كده، السن الاكبر من كده اللي هم دخلوا المدرسه وما فوق، هذا يصير نطلع من موضوع الحصاله ونعلم عن موضوع المحفظه، لازم نجيب له محفظه ونخليه خلاص يعني ليك مصروف يومي او مصروف اسبوعي او شهري حسب الطفل وحسب البيت ما هم ماشيين، ويعطوا له منه ويخلوه يجمع فيه، ويبدا يصير اي شيء يبغى يشتري، يعني مو اي شيء، في اشياء ممكن يشتريهم هي على طول، بس في اشياء مثلا يبغى يشتريها تكلف مثلا 1000 ريال، سواء فيديو جيم، سواء شيء لعبه معينه او شيء، يصير اقول له اوكي انا حاشتري لك هي، ولكن حديك المبلغ لمده مثلا 5 شهور، ابغاك تجمعه الين ما نروح نشتريها، انا ما اقدر اشترك هو على طول، اقدر كل شهر اعطيك. فهو هنا فهم انه لا شعوريا حيتبرمج انه اذا انا كبرت عشان اشتري سياره معينه لازم مثلا ادخر مبلغ خلال كم سنه او كم شهر الين ما يجيني مبلغ السياره، بس indirect يعني لا شعوريا هو بيبني هذه العاده وبيبني هذه الاشياء اللي هذه معلش اللي هو فهم القيمه الماديه للاشياء مقابل للاشياء الملموسه مقابل ادخار معين او شهري او اسبوعي. ذكرتني يا تركي قبل شوي لما قلت اولاد المدارس، يعني كانت في واحده مدرسه كي جي 1 او كي جي 2 مش فاكره، المهم كانت بتحكي تقول انه مره جاء ولد ابوه اشترى له كرتون شوكليت كده وعلى اساس انه يوزع لزملائه، يعني من باب انه يشجعوا على التعاون كذا. صح. ثاني يوم اتصلت علي المدرسه بتقول لها ولدك جالس يبيع الشوكليت على اولاد التاجر ما شاء الله. فهذا كيف يعني من جد هو تاجر، واضح انه هو بجيناته تاجر، وواضح انه هذا يعني عارف قيمه الريال هذا. صح. الولد يعني هذا معناته فهم قيمه الريال وفهم انه انا بدل ما بس يعني جاتني هديه بس اوزعها، طبعا هو راح وباعها وكسب المبلغ وراح اشترى به شيء ثاني، بس يمكن ما هو موضوعنا، بس انا كمان ابغى كمان انمي عند الاطفال حب
بناء الموضوع، بناء حب الصدقه. حلو. فلما اشتري لهم حصاله ما يمنع انه انا اشتري له حصالتين واقول له هذه مثلا تجمع الاشياء اللي نروح نسوي فيها اعمال خيريه، وهذه الاشياء اللي انت تبي تشتريها. نفس الشيء عند الطفل اللي هو لما يكبر، محفظتين، محفظه للادخار له الشخصي، ومحفظه مثلا للصدقه او للعطاء. فهنا برضو انا بنمي خصلتين عند الاطفال، الادخار والتعامل مع المال، وكمان حب الصدقه والعطاء. يعطيك العافيه استاذ تركي خان، مدرب وتطوير مطور لحياه الاطفال، يعطيك العافيه كنت ضيفنا اليوم. مشاهدينا الكرام، فقرات برنامج سيدتي لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. فتيات سعوديات ينشئن تطبيق أسعفني ليسهل على الفتيات تحركاتهن. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.